السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير يا شباب، وجمعة طيبة علينا وعليكم أجمعين. طبعا يا شباب، زي ما شفتم في قناتي مؤخرا تكلمنا عن الكيا كادنزا. طبعا يا شباب، هنا في نقطة بس حبيت أوضحها للمتابعين الأعزاء، الله يطولنا وإياكم في أعماركم أجمعين يا شباب. طبعا حصل نقطة خلاف بخصوص موديل الكيا كادنزا. طبعا يا شباب، هذه سموه فيس ليفت 2020 للكيا كادنزا، هي تحديثات منتصف العمر، أوكي. وطبعا يا شباب، هنا في السعودية طبعا موديل 2020 موجود، وصارت هي نفس الكادنزا اللي معايا، اللي من 17 إلى 19 نفس الشكل. فالجبر اللي بيمر الآن يقول بطلع كيا كادنزا، بيقولوا هذا موديل 2020. عشان كده شباب، لما توصل عندنا السعودية راح توصل شباب مطلع 2020 على أساس أنها موديل 2021. عشان كده شباب، في بعض المواقع الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وفي كل مكان في الإنترنت عموما يعني، كاتبين موديلها كادنزا 2021 على أساس أنها تنزل في الأسواق على ذاك الوقت 2021. أوكي شباب، عشان بس نوضح بس للمتابعين نقطة الخلاف، لأنه يعني في بعض الفيديوهات يكتبون عليها 2020 وبعضهم يكتبون عليها 2021، فإحنا نقول عليها 2021 على أساس أنها توصل أسواقنا بالموديل هذا يا شباب. وهي في الأول وفي الأخير فيس ليفت، يعني تحديثات منتصف العمر، أوكي. المهم يا شباب، هذا بس نقطة حبيت أوضحها لكم، وإن شاء الله يا شباب خلال ابتداء من غد يا شباب والأسابيع القادمة راح أنزل لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى شباب أول فيديو مقارنة شاملة ما بين الكيا كادنزا الشكل الجديد اللي هو الفيس ليفت يعني، واللي هو 2020 أو 2021، ومع الموديل الحالي اللي هو الموديل السابق يعني اللي هو من 2017 إلى 2019. راح ننزل لكم كده صور شاملة، راح نتكلم عن المحركات، راح نتكلم عن مميزات السيارة هذه ومميزات السيارة الجديدة اللي هي الفيس ليفت. طبعا نتكلم من ناحية الصور، أكيد طبعا يجيك واحد في الكومنتات هيقول لك يا أبوي السيارة باقي ما نزلت، على أساس تحكم عليها؟ حنتكلم مقارنة بس من ناحية الصور ومن ناحية الصرفية، وتوقعات جميلة بحيث إنه الكل يتفق معاها إن شاء الله يا شباب. هذا ناحية. الناحية الثانية يا شباب، راح نتكلم إن شاء الله عن أنواع مويه الرديتر، الرديترات بشكل عام للسيارات الكورية بالأخص وبشكل عام. وراح ننزلكم مقطع فيديو شباب ثاني بخصوص أنواع الزيوت. طبعا أتكلمت في قناتي الزيوت المحلية بشكل عام يعني بدون تفاصيل، وتكلمت عن الزيوت المستوردة وأفضلها من ناحية أغلب الشباب اللي أجمعوا عليه وقالوا إنه كويسة. وإن شاء الله يا شباب راح نتكلم لكم في مقطع ثالث أنواع الزيوت، ولكن بالرموز اللي هو بتقييم الـ EPI والرمز S، إيش الأفضل من ناحية صرفية البنزين، وكيف أعرف أن هذا الزيت يناسب يعني موفر للبنزين ولا لا، هل هو لزوجته كويسة ولا لا، يعني بشكل تفصيل، ولكن بدلا يتجاوز الثلاث دقائق من ناحية الرموز. أنا كمستهلك أي نوع زيت 5W30، طبعا كل واحد يناسب يغير الزيت اللي يناسبه يا شباب بشكل عام، احنا ما نسوي تسويق لزيت معين، ولكن احنا بنتكلم بشكل عام سواء مستورد او محلي. انا بعرض لكم زيوت بشكل عام سواء من المحلية او سواء من او من المستوردة، ونركز اكثر شيء على الفولي سينتيتك اللي هي التخليق بالكامل، اللي تعتبر الافضل افضل الزيوت. وراح نوضح لكم هي يا شباب الفرق بينها وبين السيمي سينتيتك او السينتيتك بليند اللي هو شبه تخليقي، اللي هو النفطي مع التخل مع الكيميائي، يعني ما اخذ من الاثنين يعني، اوكي شباب، بحيث انه انا كمستخدم اخذ اي لزوجه 5W30 اروح انا محل كده ابغى اعرف ايش اللزوجه اللي تناسب سيارتي. طبعا في الاول وفي الاخير يا شباب لا تنسى مرجعك الاساسي اللي هو الكتالوج حق السياره، ايا كان معك السياره سواء كوري ولا ياباني ولا ايا كان نوع السياره ولا امريكي، ترجع الكتالوج الاول والاخير تعرف اللزوجه الاساسيه وتشوف اللي مصه بيه في الاسواق المحليه وتستخدمه عشان هو متوفر معاك وماشي معاك، وتشوف برضو الوكاله، اوكي. وارى ناس تختلف، في ناس تبغى تغير في الوكاله عشان مضمون بعد الله وشغلهم تمام، وبعضهم يقول لك لا انا بغير برا الوكاله على اساس يعني اقتصادي في الاسعار و و و الى اخره. عشان كذا يا شباب هذه بس معلومات حبيت اوضحها لكم، وان شاء الله المقاطع ان شاء الله ابتداء من غد راح انزل لكم مقطع الفرق بين الكيا كادنزا الشكل السابق والكيا كادنزا الشكل الجديد اللي هو الفيس ليفت، اعيد واكرر الفيس ليفت، اوكي. ويصير ان شاء الله يا شباب المقاطع انواع مويه الرديتر، ونتكلم في بعض الزيوت ونوضح لكم بعض الرموز اللي مكتوبه كيف اعرف هذا موفر البنزين وايش افضلها وكذا، طبعا مكمل المقاطع اللي انا ذكرتها في قناتي سابقا،
اوكي يا شباب، عشان ما يحصل اي نقطه خلاف بين المتابعين ان شاء الله واللي يستخدموا السيارات. فالاول وفي الاخير كل واحد يختار الزيت اللي يناسبه يا شباب. احنا بس مجرد نجتهد في المعلومه ونبسطها للمتابع بحيث انه ياخذ المعلومه بشكل مبسط، وكل واحد عاد اكيد له مرجعه، له كتالوج وله الوكيل في الاول وفي الاخير. اوكي يا شباب، احنا مجرد ناس مجتهدين نحب نبسط المعلومه ونوضح بعض الاستفسارات. ونقطه اخيره يا شباب، نهايه الفيديو الا وهو بنزل لكم مقطع برضو ثالث بخصوص الزيوت، اللي هو من شخص اسمه أبو يوسف وأحمد العوضي وأبو نايف. طبعا هم الثلاثة اجتهدوا في مقطع فيديو برضو جميل، وهذول متخصصين في الزيوت المستوردة، وإن شاء الله راح يتم تنزيل الفيديو هذا إن شاء الله غدا مع المقارنة الشاملة ما بين الكيا كادينز الشكل السابق والشكل الحالي يا شباب. أوكي يا شباب، المهم لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وترقبوا كل جديد إن شاء الله يا شباب. أخوكم الصغير وخدامكم، يلا نشوفكم وفي أمان الله، وآسف على الإطالة.